السلام علیکم ناظرین، اولیاء ہند آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو پچھلے سال یعنی 2020 کی ہے۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہ اپلوڈ نہ ہو سکی تھی۔ درگاہ حضرت حاجی سیاں سرور مقدوم سید سعیدالدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ قندھار شریف، ضلع ناندیڑ، ریاست مہاراشٹرا، ان کے سالانہ عرس کے موقع پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے بدستور جاری و ساری ہے۔ ایکم رجب سے 17 رجب تک صبح فجر کے بعد قرآن خوانی، فاتحہ اور اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کا عرس 16 رجب کو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
عليهما أنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام فآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الاجر والجرائد والجرائد العالم دافع البلاء والبلاء والقاضي والمجد والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش بلوح والقلم سيدي ورب العجب اسمه مقدس معتم تظاهر منقر في البيت والحرم شمس تحابة الدنيا سيد مولانا غيوم ذاك في المعائم فايز لم جميل الشيام جميل والله راسمه وجهه يخرج والباق وقمه للعراج سبره وسدة من دام قام وقام قوسين مدلوبه والمدلوب مقصوده والمقصود موجب سيد المرسلين خاتم النبيين جميع المدربين عن الغالبين رحمة للعالمين راتبا شقنا بركة المشتاقين شمشي عليك انزل على راج الصادقين مجمع المقربين وحج الفقراء والقرباء واليتامى والمساكين سيدي الثقلين من ابي الحرمين بعد القبلتين وسنتين في الدارين يا رسول الله وسنتين في الدارين صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ابو الثقلين من قاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاق الى رؤيا جمالي فلقد علاك بمنادي وشفت جاء بجمالي حسنت جميع خصالي صل عليه وعلي واصحابي وسلمه تسليما اولياء هند اوفيشال يوتيوب چینل کو सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आपका कोई सवाल रहता है तो हमें पूछ सकते हैं। आप भी अपने एरिया की दरगाह की मालूमात हमारे वेबसाइट और वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मालूमात देने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आदाब।